رقم جعل عدة جمعيات تنظم حملة تحسيسية لغرس ثقافة التربية المرورية في خطوة لتقليل والحد من إرهاب الطرقات بولاية جيجل. تغطية نجاتك. أصبحت ظاهرة إرهاب الطرقات هاجسا مخيفا لما تخلفه يوميا من ضحايا وخسائر مادية كبيرة. وللحد من هذه الظاهرة المرعبة، نظمت جمعية نشاطات دار الشباب بناب رشيد لولاية جيجل حملة تحسيسية توعوية حول السلامة المرورية بمشاركة مختلف الشركاء الفاعلين في المجال. الهدف من هذه المبادرة هي حمل رسالة توعية لمختلف شرائح المجتمع من أجل تقليل من حوادث السير التي عادة ما تحصد العديد من الأرواح. 34% من أموات الإحصائيات الأخيرة 2015 أقل من 30 عام. 1600 مور موان دو 30 سور لي 4607 الور لافونير هذوك لي موان دو 30 سيتي لافونير هما المستقبل. ترسيخ الثقافة المرورية لدى الناشئة وتحسيس كل فرد في المجتمع أنه مسؤول عن مكافحة حوادث المرور من أهم ما تهدف إليه هذه التظاهرة. أبت مجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجيجل على المساهمة بفعالية في هذه الحملات التحسيسية من خلال التقرب من المواطنين ومشاركة جميع الفاعلين في منظومة الوقاية والأمن المروري. في هذا اليوم التحسيسي تقربنا من الأطفال، تقربنا من المواطنين، حسسناهم فيما يخص احترام قوانين المرور بالدرجة الأولى، تخفيف من السرعة والحذر أثناء القيادة. نحن دائما مستعدون للمساهمة في الحملات التوعوية والتحسيسية التي من شأنها تخفيف حوادث المرور. التظاهرة والتي تزامنت وموسم الاستياف وما تشهده ولاية جيجل من توافد كبير للمصطافين قد لاقت استحسانا وتجاوبا كبيرين وسط الجمهور. نشكر ولاية جيجل على هذه المبادرة الحسنة اللي دارتها باش تحسس المصطفين والمواطنين كذلك من أجل المحافظة على أرواح المحافظة على المرور على سير المرور والمحافظة على أرواح المواطنين في حد ذاتها. لتكون الثقافة المرورية سلوكا حضاريا والسلامة المرورية أمرا ضروريا لتجنب مآسي حوادث المرور. في موضوع